اهلا بحضراتكم. كلنا عارفين يوم بعد يوم بتزداد التحديات والمؤامرات اللي بتحاك لمصر، ليس فقط التحديات الخارجيه ولكن التحديات الداخليه والاذرع اللي بتنفذ مخططات للاسف بتستسقي تمويلها من الخارج، وحضراتكم تعلمون ذلك جيدا. ولكن ازاي نقدر نواجه كافه هذه التحديات بالتعاون والتكاتف مع قواتنا المسلحه المصريه الباسله، التعاون مع ابطالنا ابطال الداخليه في كافه المؤامرات اللي بتحاك لهذا الوطن، ونقدر نتصدي لها التصدي الصحيح والامثل. عشان كده حابين ان احنا نركز ونقول ان في شباب ناضج، في شباب صاعد، في شباب واعد. عشان كده نالوا ثقه الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمام كبير جدا، ووفر لهم كافه الامكانيات لادخار الجهد من هذا الشباب وبلورته في مؤسسات حكوميه تنتفع بعد ذلك بهم البلد. فقرتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن مواجهة التحديات، وإزاي تقدر مصر بشبابها وشعبها العظيم تتصدى ولا تيأس من كافة التحديات والمؤامرات اللي بتحاك ليها. وهنحاول نفتح محاور أكثر مع ضيفنا اللي مشرفنا في هذه الفقرة، الأستاذ أحمد عليان الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك أستاذ عاصم، صباح الخير. خلينا في البداية كده ناخذ إطلالة عامة على أهم التحديات والمؤامرات التي تحاك للوطن المصري حاليا. شوف، خلينا في البداية لازم نعترف إن في مؤامرات، في مؤامرة على البلد من سنين، مخططات دي معلنة في الولايات المتحدة وغيرها، الاتحاد الأوروبي يعلم الكلام ده. لا يعني إحنا برئيسنا من أول ثورة 30/6 اللي أنا بعتبرها ثورة تصحيح المسار، لأن إحنا كنا في نفق داخلين، نفق مظلم لا يعلم مدى إلا الله سبحانه وتعالى. ولولا القوات المسلحة، وخليني اقول لك برضو ازدواج المعايير لما جت في ثوره 25 يناير وتدخل الجيش والقوات المسلحه، اتقال ان هي الجيش ده كويس وجيش وطني وما الى ذلك. في 30/6 انحاز الجيش للشعب ايضا، ولم يقال، اتقال عكس ما كلنا عارفين. فمش عايز اقول المصطلح لان انا ما بحبوش، ولكن دور القوات المسلحه في مصر ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصحيح مسار ثورة عظيمة وشعب يسعى دائما أن يكون في مصاف الدول، ومصر دولة بإمكانياتها وبشبابها وبطاقاتهم، دولة تستحق أن توضع على المسار الصحيح ضمن أعظم دول العالم. ومصر قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا، ولا أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. يحرص الرئيس بصفة مستمرة على تكرار هذه الجملة، وبيقول هتيجي الوقت اللي أنا هقول الكلام ده فيه، فمستنيين إن شاء الله اللي جاي بإذن الله. حابين برضو نوضح للسادة المشاهدين أكثر وأكثر، رغم أنه مش محتاج توضيح، على الدور اللي بتقوم به القوات المسلحة المصرية في حفظ أمن وسلامة واستقرار هذا البلد اللي ربنا طبعا حاميه في المقام الأول، بالتكاتف والتعاون في كافة الأزمات اللي بتمر بها الشعب. وبنشوف قد إيه القوات المسلحة المصرية بتمد يد العون لشعبها العظيم في مثل هذه المحن. بشكل عام كيف تؤكد وتثمن على هذا الدور ونوضحه بشكل أفضل لكافة مشاهدي؟ حضرتك ترى، والشعب العربي كله والمصري والعالم يرى ما يجري في اليمن وما يجري في سوريا، ومش عايز أكون بكرر كلام، ولكن هذه الحقيقة. لولا القوات المسلحة المصرية برضه هرجع واقول لحضرتك ما كناش هنعرف مصيرنا ايه. صحيح. القوات المسلحه المصريه لها دورها في سكناتها، ده رقم واحد، بقواتها الجويه، بقواتها الدفاع الجوي، بقواتها البحريه، تحمي حدودك، حرس الحدود، تحمي سواحلك، تحمي جوك، تحمي برك. القوات المسلحه مش هننسى حرب اكتوبر المجيده وما تلاها من حروب، ونوع اخر الان من الحروب تمارس، حروب الجيل الرابع كما نعلم، عن طريق الشائعات والإنترنت وترويج للأكاذيب والشعارات التي تم تصديرها لنا من الخارج، يسقط يسقط وما إلى ذلك. ولكن وعايز أقول لحضرتك حاجة كمان، اللي بيصدر لنا الفكر ده وبيصدر لنا الشعارات دي، تعال شوف عندهم بيعملوا إيه، تعال شوف في ضحاياهم في العراق عملوا فيهم إيه، جابوا البيادات بتاعتها وعلقوها وسجدوا ليها تقديسا للقوات المسلحة. النهاردة هو بيصدر لك حاجة علشان يهدم بلده، بيصدر لك كل ما هو يسيء ويظهر أسوأ ما في الشعب المصري، ولكن الشعب المصري برئيسه وبحكومته وبقيادته السياسية وبمخابراته العامة اللي على أعلى مستوى في العالم قادرين يعدوا ويعبروا المرحلة دي، وهنعدي من عنق الزجاجة إن شاء الله. شفنا قد إيه كانت ردود أفعال المغرضين والحاقدين والممولين
تجاه هذا البلد، وخاصة بعد ما شفنا الاهتمام الأمس من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في تسليح الجيش بتاعنا وإمداده بأهم وأفضل المعدات الغير مسبوقة، وكان رد فعلهم ده مش وقته والكلام ده. نقدر نرد على كل هؤلاء المغرضين ونقول لهم أهمية تسليح الجيش المصري بأفضل وأهم وأقوى الأسلحة خاصة في هذا التوقيت إيه؟ القوات المسلحة قبل التسليح، قبل نقطة التسليح، نعم. عاوز أقول لحضرتك إن هي من وقت الثورة وما تلاها شغالة في المجتمع المصري وفي البلد بشكل ملحوظ، من ناحية المشروعات القومية العملاقة التي تشرف عليها القوات المسلحة، وانت سعادتك تعرف اللواء كامل الوزير وما يقوم به، صحيح. الأنفاق اللي بتعبر القناة، الكباري على مستوى عالمي، الأرض اللي بتستصلح، 1.5 مليون فدان، الإسكان. شوف القوات المسلحة بنت كام وحدة سكنية السنة دي والسنة اللي فاتت، تعال شوف القوات المسلحة عملت كام طريق السنة دي والسنة اللي فاتت واللي قبليها، تعال شوف اتصرف قد إيه. ما تعالى، ما احنا عايزين نعرف الدعم اللي بيجي من الدول الشقيقة، احنا عارفين وبنسمع فين الفلوس دي راحت فين، تعال شوف الفلوس، هتشوف إن في أكتر من 70 مليار مصروفين على مشروع 1.5 مليون فدان بتاع القمح، هنعرف إن في 100 مليار مصروفين على الطرق، على شبكة الطرق الجديدة، هتعرف إن من القرية البسيطة الأكثر احتياجا بما توليه القوات المسلحة من اهتمام بيها في الـ في 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 الوجبات والسلع الغذائية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى شبكة الصرف للأراضي الزراعية اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه بادئ من عصر محمد علي لما كان اهتم بشق الترع والقنوات وإقامة الجسور والنهضة الزراعية، وإحنا في قناة مصر الزراعية هو أساس النهضة، زراعي في الأساس. نعم. فالقوات المسلحة يحصل أزمة، في أزمة ما بتلاقي القوات المسلحة على الفور، ما بتقفش تتفرج، وبتلاقي على طول بتوفر هذه السلعة وبأسعار مناسبة جدا. نعم. وآخرهم 8 مليون كرتونة اللي هي نزلت قريب بسبب يعني حاجات كتير القوات المسلحة بتبذلها، مش عايزين نفخس حقها. طب تعالى نشوف موضوع التسليح. هل أنت النهاردة وأنت شايف العالم حواليك كله والمنطقة مولعة نار، ما يجري في سوريا وما يجري في ليبيا وما يجري في السودان وما يجري في اليمن وما يجري، انت مستني، لازم بالضروره جنب ده تمشي في خط موازي في رفع القدره القتاليه، صحيح، لقواتك المسلحه، لان القوات المسلحه هي الدرع الواقي، لا بد وان تنمي مهارات جنودك. بدات تخش في مناورات مع دول كبيره بره مصر وجوه مصر، بدات تجيب مثلا زي الرافال النهارده احنا عارفين كلنا التحديات اللي على الحدود الغربيه تحديدا، يعني وعلى الحدود الجنوبيه، تطلع الرافال بربع ساعه بتخلص وبتيجي من غير ما حد، فهو ده الهدف. امكانياتك لازم تنميها، انت داخل على تحديات صعبه جدا، لابد ان يكون المسترال سواء جمال عبد الناصر او انور السادات، اثنين من اكبر حاملات الطائرات في العالم الان، اثنين عندك، انت في تحديات كبيره جدا، ومش شرط ان كل حاجه تبقى معلنه، في حروب بارده شغاله، وفي في في حاجات بتتعمل، وفي صناع قرار في الكواليس، ولكن زي ما قلت لحضرتك في البدايه عندنا مخابرات عامه مصريه على اعلى مستوى تستطيع ان تجد لنفسها مكان في العالم. طيب، في ظل التحديات والمؤامرات اللي بتحاك للوطن المصري حاليا، الدور الامثل من قبل مواطني هذا البلد العظيم والشرفاء وتحديدا شباب مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول ليهم اهتمام كبير جدا، خاصه في هذه المرحله الخطر اللي بتمر بها البلد حاليا. عاوز تعرف يعني دور الشباب؟ نعم. الشباب محبط. خلينا نبقى صادقين مع بعض. نعم. الشارع الى حد كبير في شباب كبير مش متفاهم، مش في دماغه، هو عايز ياكل كويس، يشرب كويس، يلاقي المواصلات رخيصه، ما يفرقش معاه مرتبه كويس، هو السلع متوفره وباسعار كويسه، هو شايف كده، هو ده اللي يهمه. ولكن في شباب على الجانب الاخر متفاهم جدا وواعي جدا وناضج سياسيا جدا، وفي شباب صغير جدا اعمارهم 16 و17 سنه و14 سنه موهوب في الرياضة، في الأدب، في الفنون، في السياسة، في الاقتصاد، وعندهم مقترحات، وياريت الدولة تسمع للناس ديت والشباب ده، لابد وأن تجد الدولة المشروع القومي للشباب دي لتفريغ طاقتهم فيه، وده ضرورة من زمان.
الان الوقت اصبح مناسب، بيتهيألي الوقت دلوقتي بقى مناسب ان احنا نعمل مشروع قومي للشباب ديت، وليكن مؤتمر كبير على غرار مؤتمر شرم الشيخ، ولكن يكون متعدد الجوانب، تفريغ المهارات وتنميتها بشكل كبير في المجالات الفنية، في المجالات الرياضية، في المجالات العلمية، وفي ناس كتير جدا، وفي شباب كتير جدا واعي، والى حد كبير دعوات النزول ل 11 تحديدا، يعني الشعب كله متفهم، الشعب متفهم جدا ان عواقبها مش هتبقى كويسه. فاحنا وصلنا لمرحله كبيره في التقدم لحد ما، ببطء في حاجات وسريع في حاجات وملحوظ في حاجات وغير ملحوظ في حاجات اخرى، ولكن كل مرحله ليها ايجابياتها وليها سلبياتها. تمام، مش هنحكم بالقطعه، ولكن في النهايه نقدر نتحاسب. تاثير الشائعات اللي بيبثها المغردين على هذا الوطن بشكل عام ايه يا فندم؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي في احد لقاءاته وضح الكلام ده، وقال ما تحاولوش باي قدر باي حال من الاحوال ان انتوا تسمعوا حد بيخاطبكم من ورا ستار. اللي عايز يتكلم يوريني نفسه ويقول لي انا فلان الفلان، انا الاستاذ عاصم بكلم حضرتك، والوضع 1 2 3. تمام، انا ليا الحق ان انا اقبل ما تقوله، ليا الحق ان انا ارفضه واناقشك فيه او اعترض عليه. صحيح، ولكن استاذ عاصم قدامي بيكلمني برد عليه. ولكن في حضرتك عارف السوشيال ميديا وجميع وسائلها دلوقتي والفيسبوك مليارات العلاقات، وما انتش عارف مين بيطلع مين ومين بيقول الخبر ده فين ومين بيجيب منين. فالدنيا ما فيهاش سيطره دلوقتي، ما فيش سيطره محكمه، وخصوصا يعني تركيا بالامس سمعت ان هي قفلت مواقع الفيسبوك والتواصل الاجتماعي لان في مشاكل عندهم. دوله زي الصين الى الان وسائل السوشيال ميديا مش موجوده هناك. ليه؟ لان هي دوله بتحافظ على مواطنيها من الكلام ده. فاحنا لو ما عملناش كده هنا احنا ما عندهمش وقت يا فندم، ما عندهمش وقت السوشيال ميديا زي ما حضرتك بتقول، ما فيش وقت. صحيح، وده دور المواطن في الفتره القادمه، لا يلتفت الى الشائعات سواء كانت اشاعات ايجابيه او اشاعات سلبيه. صحيح، عليه ان يعمل ويعمل بجد. العمل هو اللي هيفرق معانا في الفتره الجايه. السبب الوحيد. وبالنسبه يعني في زي تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وما الى ذلك من الموضوعات الاقتصاديه في الفتره الاخيره، احنا مش عايزين يعني نقعد نعظم في الموضوع ان هو كويس وهيخلينا الولايات المتحده الصبح، وفريق تاني بيقلل ويقول لك ان احنا هنبقى الصومال. لا، ولا عايزين ولا دي ولا دي. احنا في رجال متخصصين علماء في الاقتصاد دارسين المواضيع دي كويس جدا، عارفين امكانيات البلد، عارفين ما اللي عندك ايه واللي بره ايه وهنا. فهو بيبدا يشتغل وبيعمل من هذا المنطلق، فسيب الجهات السياسيه والسياديه في البلد والقياده السياديه بعلماء وخبراء يعملون، وعلينا ان نعمل ايضا لنصل الى ما نصب اليه. حضرتك تعلم طبعا يعني كم الافواه الاعلاميه المضلله بشكل كبير جدا وللاسف بتحارب الدوله المصريه، رغم ان هم بيتلونوا على كافه الالوان والاتجاهات. دور او مش عايز اقول تاثير هذه الافواه المضلله يا فندم على الامن القومي المصري. عاوز اقول لحضرتك ان 80% من احباط الشارع دلوقتي من هذا الاعلام. وفي اعلام في المقابل ان هو مع الدوله، ولكن هو مش مع الدوله اطلاقا. يبث سمومه، ولا بد ان ننتبه، ولا بد ان ينتبه الاعلام المصري بقنواته والاعلام الرسمي بعيدا عن الاعلام الخاص وما يقدم. يعني هقول لحضرتك حاجه، انت النهارده بتسعى للفتنه، بمعنى حضرتك النهارده بتجيب 2 من رجال الدين محترمين. مش انا بقى. لا، مش حضرتك الاعلام اللي حضرتك تقصده. انا مستني اسمع من فضيله مولانا ده حديث شريف، قصه دينيه ليها هدف وليها مغزى، عظه فعلا، عظه. عايز يقول لي صلي، عايز يقول للشباب ده صلي، عايز يقول للشباب ده يوضح لبعض الامور المختلطه عليا في الدين. بس ادي المطلوب منه كرجل دين ليس له علاقه بالسياسه اطلاقا، برضه عشان تبقى فاهم، ملوش علاقه بالسياسه ولا ليه اي اتجاه، هو رجل دين بالمقام الاول. قال الله، قال الرسول، الامر بالمعروف النهي عن المنكر، بس ده دوره. ولكن
عشان حضرتك النهارده تجيب اثنين من علماء الدين وفي الاخر يوصل الامر ان هم يدلقوا ميه على بعض او يقلعوا الجزم لبعض او ما الى ذلك، فمعلش ده يسوق بره مش عندنا، هو يسوق داخليا وخارجيا بس خارجيا اكتر. الازهر اهو لابد ان ننتبه النهارده لما يجيب اثنين رياضيين عشان برضه يوصلوا ان هم يشتبكوا بالايدي ويدلقوا ميه على بعض ويجروا ورا بعض على الهواء مباشره، فده برضه يعني معلش معلش تاثير ده على الناس اللي بتشوفه يعني تاثير سلبي. يجي النهارده فلان يقول لك ده الاقتصادي العالمي ويقعد يقول كلامه وفي الاخر كلامه مش على المستوى الرسمي في اي حاجه من الصح، او هو في ظاهره صح وباطنه العذاب. لابد ان تنتبه الدوله بكل قنواتها، ولا بد ان يكون اتحاد الاذاعه والتلفزيون له دور فاعل في وخصوصا على الشباب. شباب لديه طاقات والشباب لديه قناه تفتح للشباب، تعالى وقول رايك، تعالى وعبر عن نفسك، تعالى بتقول شعر، تعالى قول بتقول عايز عندك روايه عندك موهبه تعالى وانا اسمعك وانا وحضرتك تشوف قنوات دلوقتي في قنوات كتير عربيه تعمل برامج جباره في المواضيع دي صحيح فيها تصفيات وفيها 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 والبرنامج بيقعد فتره كبيره، ده بيستقطب طاقات الشباب، ده بيطلع مواهب فعلا. احنا عندنا في وزاره الثقافه عايزه واقفه، وزاره الزراعه عايزه واقفه، بس فتعويم الجنيه عايزين احنا بقى كشعب ايه اللي يعود علينا. انا عايز النهارده بعد تعويم الجنيه واللي حصل وهي دي فعلا بدايه الاصلاح الاقتصادي، بالمناسبه بدايه الاصلاح الاقتصادي الحقيقي اللي ما قدرش ولا رئيس قبل كده يتطرق لهذا الملف، الرئيس عبد الفتاح السيسي قدر وفي وقت صعب. طب ليه الشارع مش ملتمس ده يا فندم ان بعد تعويم الجنيه هو السبيل الوحيد او الخطوه الرئيسيه على مسار تحقيق الاصلاح الاقتصادي؟ شوف هما باصين لها على اساس ان هي هتبقى انت زودت المعاناه وزودت الغلاء، انت هي جايه في فتره في غلاء وفي ارتفاع جنوني في الاسعار وفي تخبط وفي 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 احتكارات تمام وفي اختفاء سلع، انت جاي النهارده بتنفذ موضوع زي ده، هو اتاخر شويه، كان لابد ان يكون من فتره، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ينظر دائما بعين العطف لهذا الشعب، وخصوصا هي مبادره زي مبادره صبح على مصر والفكه ومش الفكه، قوبلت بايه؟ قوبلت بالتريقه وقوبلت بالاستخفاف وقوبلت بكلام كتير جدا. تخيل 90 مليون لو قول بس 40 مليون هيصبح على مصر، قول 20 مليون هيصبح على مصر، قول 10 مليون هيصبح على مصر، بكام في اليوم؟ بكام في الشهر؟ بكام في السنه؟ ديت الحاجات اللي كانت هتبقى مقابل انه يمشي من غير ما يلجا للخطوه دي، ولكن اصبحنا في موقف حرج جدا اقتصاديا. انت عندك مشاريع قائمه ومش هتوقف باي حال من الاحوال، عندك موارد بتنميها ومدن بتنشئها وصناعات بتطورها، لابد من القرار. وسيذكر التاريخ ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اشجع واجرأ من حكم مصر. طيب الاعلام والصحافه في هذا التوقيت، خاصه احنا بصدد دلوقتي اقرار قانون الصحافه والاعلام المنظم لهذه العمليه بشكل عام، الدور الامثل في المرحله الراهنه، يمكن ده سالته ليه ضيف اللي كان قبل حضرتك استاذ شريف كاتب الصحفي، واكد على اهميه هذا الدور وتحديدا في هذا الوقت، تاثير ده يا فندم على ردود افعال الشارع وحبه لبلاده، وخاصه بعد ما يكون الدور الامثل للاعلام وتوضيح مجريات الامور وحث المواطن البسيط على التكاتف دوما مع الدوله المصريه حتى نستطيع نعبر العبور الى بر الامان. شوف يا استاذ عاصم، سياده الرئيس في مؤتمر شرم الشيخ جاب الاعلاميين كلهم، اعلامي مصر كلهم على المنصه وقعد يسمع مع الشعب او مع الجمهور. بعد ما تعقيبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله كذب. الرساله موجهه وقال لهم دي لو مشيتوا بيها، لكن للاسف خدنا معطيات الاعلام الغربي وبدانا نشتغل بيه، ومش شرط كل حاجه غربيه تنفع معانا كمجتمع اسلامي او كده يعني او شرقي، مش شرط ان كل حاجه بره تنفع معانا، كل بلد وكل ليها طبيعتها الخاصه وليها بتاع. فالاعلام لابد ان يتحرى الصدق فيما يقوله، لابد ان يكون هناك ميثاق شرف اعلامي بجميع
بالصحافة، بالتلفزيون، بالقنوات الخاصة. القنوات الخاصة لابد أن يكون هناك ميثاق شرف إعلامي، لابد أن يكون هناك قانون ينظم العمل الإعلامي في مصر، سواء كان مسموعا أو مقروءا أو مكتوبا. نعم. لابد. طيب خلينا برضو يعني نتعمق في الأمور أكثر وأكثر. كما تعلم زي ما في ناس معرضة وحاقدة على هذا البلد، هناك الكثير والكثير والكثير من الشرفاء المحبين لهذا الوطن. الدور الأمثل لكل محب لهذا الوطن في هذا التوقيت في توضيح مجريات الأمور، وزي ما بنقول إن كل واحد مسافر بره بلده بيكون سفير لبلده في توضيح كافة الأمور اللي بتمر بها مصر حاليا. دلوقتي كمان داخل مصر كل واحد بيسمع وبيشوف بعض الأخبار الكاذبة أو ثورة البلبلة والقلاقل والفوضى بشكل عام، يعني دور المواطن الإيجابي في هذا التوقيت ممكن يكون إيه يا فندم؟ العمل. الطالب عليه أن يجد في دروسه. المعلم لابد أن يبذل قصارى جهده في مدرسته. العامل في مصنعه. الدكتور في مستشفاه. المهندس في مشروعه. لابد أن يعمل. لابد أن يعمل. عامل التشغيلات لابد أن يعمل. وعايز أقول لحضرتك إن مسألة التعويم وتحرير سعر الصرف وما تردد عليها، ازاي المواطن يستجيب؟ معلش تعالى خلينا نتكلم. المواطن يستجيب لما يلاقي ان في فعلا على ارض الواقع بدا يبقى فيه انجاز. صح. بدا يبقى فيه. النهارده بركب المواصلات لقيت المواصلات اختلفت. هي غليت شويه بس معلش، بس لقيت في وسائل مواصلات حديثه نزلت. لقيت طرق بقت حلوه. لقيت الزباله اتشالت. الزباله التحدي الكبير، الزباله مش عارفين نشيلها، عايزين نشيل الزباله. الاحياء خدت فلوس، خدت ملايين علشان تشيل الزباله، وما زالت الزباله موجوده. بنعاني. المخلفات موجوده وما زالت نعاني. عايزين نشعر بالتغيير. عايزين نشوف المرور في مصر في سيوله. عايزين نشوف الدائري والاماكن الكتير الزحمه ووسط البلد والكلام ده كله. عايزين نشعر بانفراجه تريحك نفسيا وانت ماشي. انت مش ممكن تركب، انت ممكن تتمشى في شوارع القاهره، ولكن عندما يكون الفرصه سانحه لذلك في ظل التكدس اللي موجود دلوقتي، الامور صعبه جدا وبنستهلك كميات من السولر والبنزين اللي هو غالي دلوقتي، تقعد بالساعه والساعتين في الشارع. كل الحكايه ان انت بتفقد بس جزء من المواد البتروليه بتاعتك. فعايزين يبان ده كله، يبان في التعليم، يبان في التعليم، يبان في الصحه. اخش المستشفى اشعر بجوده في العمليه الصحيه في البلد. اشعر بكل حاجه. هي مش هتيجي غير كده. ده المواطن يبتدي يشعر فعلا ان في تقدم، في اصلاح. وبالمناسبه مصر الجديده جايه باذن الله ان شاء الله. خلينا نقول لم يعد هناك سبيل او طريق امام اي مواطن مصري في هذه المرحله الصعبه اللي بتمر بها البلاد سوى حل واحد فقط، هو العمل والبناء في هذه المرحله الراهنه. الاخلاص لوجه الخالق عز وجل، مراعاه ضميرنا، مراعاه الخالق قبل كل شيء في اعمالنا. اعتقد ده لو فعلا تم تطبيقه على ارض الواقع هنقدر نعدي من المرحله الراهنه الصعبه اللي بتمر بها او بيمر بها الاقتصاد القومي المصري. اتمنى يا رب كل الخير والتوفيق، متمنين ان شاء الله قادرين على مواصله التكاتف والتعاون مع بعضنا البعض في التصدي لكافه المؤامرات اللي بتحاك لهذا الوطن. بشكرك جدا ضيفي العزيز في نهايه هذا اللقاء الاستاذ احمد عليان الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لك يا فندم. انا متشكر لحضرتك. ربنا يخليك. بعد الفاصل مشاهدينا تحليل شافي لأهم النقاط الاقتصادية اللي بتحاك الاقتصاد القومي الراهن، وإزاي نقدر نضع مصر على طريق الإصلاح الاقتصادي الصحيح، وهل الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية فعلا سبيل وحيد لتعديل المسار الاقتصادي. هنحاول نوضح كافة الأمور الاقتصادية مع حضراتكم بعد الفاصل السريع مع ضيفنا الأستاذ الدكتور المحترم الدكتور أحمد هارون الخبير الاقتصادي الذي يضعنا أمام التفاصيل الحرة الخاصة بالاقتصاد القومي المصري. ألقاكم بعد هذا الفاصل السريع، انتظرونا.